السلام عليكم. بقولك يا شباب، بالنسبة للمسألة بتاعت الرد اللي احنا قلنا هشرح لكم الفكرة بتاعتها النهاردة، نقرأ مسألة تاني. عندي ستيل رد زي اللي باين في الشكل ده. الدايمتر بتاع الكروس سكشن ده هو 10 مليمتر. It's fixed to the wall at end A و before it's loaded there is a gap between the wall and the rod of 0.2 millimeters. Determine the reaction at A and at B dash. Neglect the size of the color، يعني neglect الحتة دي، اعتبرها كلها element واحد كامل. و Young's modulus عندي هو 200 جيجا باسكال. فلما أجي أبص على المسألة دي وأشوف أنا هحلها إزاي، فهفكر الأول لازم أطلع ال reactions. فيبقى عندي ال 20 كيلو نيوتن زي ما باينين عندي هنا، force بتاعتهم كده، فأكيد هيبقى ال reaction عندي هنا 20 كيلو نيوتن. طيب ال element ده بعد ما يتحط له 20 كيلو نيوتن هيحصل له elongation، هيحصل له expansion كده، فيبقى عندي delta deformation كده اسمه delta P. هسمي الجزء اللي هو هيطوله delta P. في كيس من الاثنين، الكيس الاولانية ان يكون ال delta P دي اللي هي ال deformation بتاعي اصغر من المسافة اللي هي 0.2 الفراغ اللي موجود لغاية ال support. في الحالة دي هيبقى ال element مش هيلمس ال support، فهيبقى ال reaction بتاعي هيفضل still 20 كيلو نيوتن زي ما موجود هنا. طيب أما الكيس التانية فهي إن لو ال deflection ده طلع أكبر من ال 0.2، في الحالة دي معناها إن هو هيلمس ال support، هيحاول يعدي الناحية التانية، لكن ال support ده هيمنعه ويرد عليه برياكشن في الاتجاه المقابل. فنحسب هنا المسألة ونشوف إيه اللي هيحصل في ال deflection، ولو طلع أكتر نبتدي نحل ونشوف هنحل إزاي. طيب فأنا لما أجي أحل المسألة اللي هي ال delta P، أجي أحسب ال delta P، فهقول والله لازم ارسم النورمال فورس دايجرام. فادي النورمال فورس دايجرام بتاعي، هلاقي هنا 20 كيلو نيوتن تنشن، ادي 20 كيلو نيوتن تنشن لغايه هنا، وال 20 دي هتقفل معايا الرسمه، فيبقى عندي 20 كيلو نيوتن كامله هنا تنشن و20 كيلو نيوتن تنشن، وباقي الريجن عباره عن 0. يبقى ده من اول A لحد B لحد C و C لحد P داش. تمام، اجي اعوض الرول بتاعي ان ال على اي اي. ما ننساش ان هو كان اصل الرول هو ان دلتا بي بتساوي سيجما ال ان ال على الاي اي. سيجما معناها مجموع الريجنز، وانا بقسم الريجنز على حسب التغير في النورمال فورس، على حسب التغير في الكروس سكشنال اريا، وعلى حسب التغير في الماتيريالز. فكل ريجن لازم يكون فيها كونستانت نورمال فورس، كونستانت اي وكونستانت اي. فمثلا هنا لما اجي اشوف عندي كروس سكشن واحد، فالاريا ثابته على طول القطاع. عندي يانجز مودلس واحدة، فهي ثابتة على طول القطاع، لكن عندي تو نورمال فورسز، فدي تبقى الريجن رقم واحد ودي تبقى الريجن رقم اتنين. وبما ان النورمال فورس هنا بزيرو، ففي الاخر هيبقى مجموع اللي هيتحركوا بي داش هو، او الدلتا بي اللي احنا سميناها دلتا بي دلوقتي، هي نتيجة الريجن الاولانية بس اللي هي ال ان اي سي. فيبقى الرول بتاعي دلتا بي بتساوي ان اي سي مضروب في الطول بتاع الاليمنت اللي هو، او الطول المقابل ل ال constant load اللي هو بتاع ال region. فيبقى الطول 0.4 meters اللي هي 400 millimeters. ال cross sectional area هو قال لي ان ده ال diameter بتاعي ب 10 millimeters، إذن ال radius عندي هو 0.05 meters. فلما اجي اعوض او اسف 0.005 meters، فلما اجي اعوض هيبقى باي ار سكوير ده الاريا، ويانجز مودولس زي ما هو قال لي 200 جيجا باسكال. لو عايز احوله لباسكال فهضرب في 10 باور 9 عشان يبقى نيوتن بير متر سكوير. لما تعوض هيطلع لك الديسبيسمنت اللي حصلت هي 0.5 multiplied by 10 باور نيجاتيف 3 meters. اذا هو تقريبا هيبقى 0.51 مليمتر او 0.5093 مليمتر. اوكي، ده معناه ان هو هيبقى اكبر من ال 0.2 اللي احنا قلنا عليها، اذا هو هيخبط هنا وهيحصل له ريأكشن. طيب لو جينا نشوف التوتال الموفمنت اللي حصلت هنا، فهو ان ال 0.2 دي جت منين؟ جت من الاليمنت اتحرك في الاول مسافه 0.51، بعد كده في فورس رجعته لديفليكشن معين ان هو الديفليكشن دلتا بي، بحيث انه يرجع يبقى واقف عند 0.2.
0.2، خلي بالك دي ملي متر، يعني بالمتر اضرب في 10 باور نيجاتيف 3 هتبقى 0.0002. اوكي، يبقى مجموع الديفليكشن اللي حصل، يبقى انا كان عندي الاليمنت اهو، الاليمنت هيطول مسافة اسمها دلتا بي اللي هي طلعت ب 0.51 وهيتحرك كده. بعد كده هيبقى فيه فورس تانية اللي هي الفورس اللي جاية من الرياكشن، هسميها الفورس بتاعت الرياكشن بي، هترجعه لي مسافة معينة. المسافة دي المفروض في الآخر يقف الاليمنت بتاعي عند ال 0.2. فلو رسمت الاليمنت ادي 0.2 وادي المسافة اللي هي دلتا بي اللي اتحرك، تمام، او نسميها بقى دلتا بي اللي هو رجعها تاني. يبقى تاني اللي حصل ان النقطة دي اتحركت لغاية 0.5، بس ده ما حصلش لان كان في سبورت موجود رد عليه بديفورميشن رجعها لي مسافة دلتا بي، فبقت واقفة عند 0.2، بقت واقفة كأنها واقفة قصاد السبورت بتاعي اللي موجود هنا، تمام. يبقى انا التوتال الحركة اللي حصلت المفروض تتحرك في الاول دلتا بي اللي هي 0.51، تمام، ماينس، على اساس ان احنا فرضنا ان اتجاه الحركة بتاعنا البوزيتيف هو ده، فيبقى اتحرك 0.51 في البوزيتيف، بعد كده رجع يتحرك المسافة اللي هي الدلتا بي دي. طيب عشان في الاخر يوصل انه يبقى اتحرك بس 0.2، فايه اللي انا هعمله؟ بس خلي بالك هنا ال 0.5 دي بالمليمترز، لو انا عايز احولها المتر فهتبقى 0.0005. اوكي، فاللي هعمله ان ال 0.02 ودي الناحية التانية ال 0.05 هتبقى 0 نيجاتيف 0.003 بتساوي نيجاتيف دي بي. طير النيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى في الاخر الديفورميشن اللي حصل نتيجة الرياكشن اللي هو قيمته اف بي هو 0.03، تمام. طيب انا عايز اجيب قيمة الفورس اللي عملت الديفورميشن ده، هكتب الرول، الرول بتاعي بيقول لي ان دلتا بي بتساوي الديفورميشن اللي حصل. طب هو الفورس دي بتاكت على الممبر بس، الممبر الحتة دي بس، وبتاكت على الممبر كله، بتاكت على الممبر كله، يعني لو جيت ترسم نورمال فورس دياجرام هيبقى نورمال فورس دياجرام نتيجة الاف بي بس. ليه؟ لان انا قسمت المساله عندي ستيج الاولانيه اللي هي ال 20 كيلو نيوتن اللي هي بتحركها لي يمين، والستيج الثانيه اللي هي الاف بي اللي هي بترجعها لي تاني، كاني بعمل سوبر بوزيشن، قسمت اللود اللي عندي هنا الى تو لودز. اوكي، فلما اجي احل المساله واحط الان اي بي، الان اي بي ده الانون اللي انا عايز اعرفه اللي هو الاف بي، تمام. الطول طول الممبر كله اللي هو ال 1.2 لان هو اللي معرض لانترنال فورس قيمتها النيجاتيف اف بي، اوكي، بيساوي ال 1.2 اوفر الاريا اللي هي باي ار سكويرد في يونجز مودلز. الكلام ده كله المفروض ان هو يكون بيساوي الدلتا بي اللي احنا طلعناها اللي هي 0.0003. عد بقى دي عشان تبقى الكلام مظبوط، 0.03. اوكي، لو انت جيت تحسب ال 1.2 اوفر ال باي ار سكويرد على ال 200 هتلاقي ان كل الكلام ده بيساوي 76.3 باي 10 باور نيجاتيف 9 اف بي. الكلام ده كله هتساويه بال 0.03، يبقى ال اف بي بكام؟ هو ده اللي احنا عايزين نحسبه. فانا هقول اهو ان لو انت رجعت يعني عوضت في المسألة الأولانية، فاللي هو ال 0.2، فلو احنا رجعنا عوضنا تلاقي ال 0.002 وال 0.59 دول اللي احنا لما هنودي الناحية التانية هيبقى في الآخر 0.03، يطلع لي ال FB ب 4.05. يبقى اللي انا عملته ان انا سويت الكلام ده ب FB، وديت ده الناحية التانية وطلعت قيمة ال FB طلعت ب 4.05 في 10 باور 3 اللي هي نيوتن، يبقى هو ده قيمة الرياكشن اللي انا عايزه. وتبقى لما احط هنا 20 كيلو نيوتن يرد هنا عندي ب 4.05 كيلو نيوتن، يبقى الرياكشن الثاني المتبقى عندي بسيجما فورسز في الاكس هيطلع ب 16 كيلو نيوتن تقريبا. اتمنى يكون السؤال دلوقتي اوضح. يبقى
النقطة بتاعة الديفورميشن، أنا بحسب الديفورميشن على حسب إيه اليونت بتاعتها أو الساين بتاعتها. فيبقى التريك كلها إن أنا بحسب الديفورميشن على حسب إيه الاتجاه بتاعه. يبقى زي ما قلنا، هي الحركة اللي حصلت للممبر كله، البيم دي طولت نتيجة العشرين كيلو نيوتن، طولت مسافة معينة اللي هي 0.5 مليمتر، ونتيجة وجود سبورت في النص كده عند بعد مسافة 0.2، فهو حصل له شرينكج أو رجع مسافة 0.3 مليمتر. فتاخد ال 0.3 وتعوض في المسألة بتاعتك بتاعت إن ال deformation بيساوي ال N L على ال EA، يطلع لك في الآخر القيمة النهائية بتاعت ال normal force. تمام؟ أتمنى تكون المسألة أوضح دلوقتي.